Bon, qu'en dire 50 et là 22. D'accord? Qu'est-ce qu'en dire la désignation? La désignation, mais il y a les ordinateurs. On a des ordinateurs, mais d'accord, on dit ordinateur. Qu'est-ce qu'en dire le montant de la TVA? L'essentiel, ou le montant de la TVA qu'on sait. C'est le plus important. Je valide. Ça y est, alors taxe, ça y est, TTS. Donc, on ne va pas faire ça y est, alors taxe, ça va être facile de jouer. الشركة اللي بعت ليا ها هو 66 على 22 غندير هنا كلافيي ياك فوالا ها هي دونك عندي التي في ديالها هي 55.17 لا فاكتور كناخد ارقام الاخرين نقدر ناخد مثلا 75.05 هادو اللي عندي هنا 7% نبداو بالماء بالماء ديال 7% دونك نمشيو ناخذوا لو نيميرو دو فاكتور ديال الماء تيكون الفوق لو تاكس وكتعطينا التي في ديالها دونك 2.94 الى قسمت على 0.07 تعطينا 42 لو 31 غنلقى راسي عندي انا هنا جونفي 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 وغنلقى هنا فيفري دونك فيفري مع الدم ديال هنايا حيت انا كنديكلاري لو موا دو جونفي 2022 خاصني نكتبها ونجي نكتب حداها اوردر دو ديكلاراسيون 01 دونك ملي كنشد انا هاد لا فاكتور هادي من بعد كنعرف انها راه ديكلارات في لو موا دو جونفي وها لو نيميرو ديالها هاديك لا ديكلاراسيون يعني فاكتور وحده نكتب عليهم باردون تي في 01 سور 2022 اوردر دو ديكلاراسيون 8 9 10 اي 11 داكور دونك هادي هي لا تي في ديدكشن دونك انا ملي غنرجع نشوف نحسب لا سوم ديال لا تي في ديدكشن ماتيريال دونك هادي واحد لا فاكتور اترونجي خلصنا فيها واحد لو كليون مي بيان سور انا بعت لي 100 تي في دونك ملي كنبيع لي 100 تي في راه ما غاديش نديكلاري لا تي في عندي هادي بار شيك فوالا عندي هادي اون اسبيس لو مونطون ديالها تي تي سي 27000 درهم 41 اغوندي بيريود اون كو يعني الديكلاراسيون الحاليه ملي كنكليكي عليها كطلع لي هاد الانترفاس هادي جيم واش اونكيسمون ولا ديبي دونك كنختار اونكيسمون ها هي كنبدا باول حاجه كيف قلنا هو انني كندخل لو شيفر دافير دونك ديجا هما عاطيني هنايا رقم المعاملات ديالي هنا كندخل لو شيفر دافير جلوبال كنشري وكنبيع ولا كندير لا بريستاسيون سيرفيس ولا كندير الكريدي باي دونك هنا كنشوف فين كاينه لا ناتور ديال لاكتيفيتي ديالي كنجي هنا كندير سوميتر بور فاليداسيون سوميتر بور فاليداسيون اون فوا كندير سوميتر بور فاليداسيون كيطلعوا لي واحد une autre case qui dit déposer. Donc, on dépose la déclaration d'hier et on commence.